ولسه في الجوانب الفنيه، خاض لاعيبه الفريق تقسيمه قويه خلال مران امبارح اللي اقيم على ملعب فندق الاقامه خلال معسكر برج العرب. وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض هذه التقسيمه. وركز كارتيرون خلال التقسيمه دي على تنفيذ اللاعبين للامور الفنيه اللي تم التدريب عليها، كمان تنفيذ بعض اللاعبين للادوار اللي تم تكليفهم بيها. وشهدت التقسيمه ظهور جميع اللاعبين بحاله فنيه جيده واستعداد قوي للمباراه.